ما علمت على ذلك. معنا دائما مشكورا الدكتور أشرف الودغيري، أخصائي في علاج أمراض الجلد والشعر والأظافر مدينة الرباط، اللي ما كيبخلش علينا بنصائحه بمعلوماته القيمة والمفيدة، وخصوصا بطريقته التواصلية الجميلة اللي من خلالها كنفهموا بزاف تاع الحوايج اللي تكون غايبة علينا. اليوم غادي نتكلموا معاه سيداتي وسادتي على موضوع ديال التغيرات المناخية. كنعرفوا باللي الإنسان كيتأثر بتغير المناخ، الطقس عامل مؤثر على صحة الإنسان، على نفسية الإنسان. البشرة أو الجلد هي الواجهة الأولى لهذا التفاعل مع الأجواء الخارجية على جسم الإنسان، اللي هو الطقس، اللي هو الفضاء. إذن أشنا هي الآثار ديال الطقس والتغيرات المناخية أساسا، خصوصا نحن في مرحلة دابا انتقالية من فصل الصيف إلى فصل الخريف. أشنا هي الآثار ديال هاد التغيرات؟ أشنا هي احتمالات بعض الأضرار؟ كذلك أشنا هي بعض الاحتياطات الواجب أننا نديرها باش ما نطيحوش بعض المشاكل ونمروا بطريقة سلسة من فصل إلى آخر؟ إذن هنا كنتكلموا سلامة البشرة، الجلد والشعر وأيضا الأظافر. دكتور الودغيري، صباح النور، أهلا وسهلا بك على وجه الإذاعة الوطنية. صباح الخير أختي فاطمة والطاقم ديالكم، وكنشكرك على المقدمة الطيبة، وكنهنيك أيضا على هذه المقدمة لأن أكدتي على الدور ديال البشرة ديالنا اللي هي يعني المحك الأول ديال الجسم وقبل جميع الأعضاء الأخرى مع العالم الخارجي، بما في ذلك كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية. وحنا كنعرفوا بأن العصر ديالنا هاد الدرجة ديال هاد التغيرات ازدادت بفعل عدد من المؤثرات، إذن فالتأثيرات والتغييرات على البشرة حتى هي بموازاة لذلك هي ازدادت، وظهرت بعض الأمور، بعض المشاكل، بعض الأمراض اللي ما كناش كنشوفوها من قبل أو كنا الحدة ديالها ضعيفة جدا، لذلك وجب الاحتياط والتأقلم مع جميع هاد المؤثرات. نعم، إذن المرور من فصل الصيف إلى فصل الخريف، بالنسبة لكم شنا هي النتائج اللي في حالة عدم الاستعداد ليه؟ شنا هي الحالات اللي كتوصلكم للعيادة دكتور أشرف الودغيري في الغالب؟ كثير من الحالات اللي كنستقبلوها في هذه الفترة هذه، على رأسها بما أن احنا أطباء ديال ليس فقط الجلد ولكن أيضا الشعر، فعلى رأسها كنلقاو التساقط الشعر الموسمي اللي في الحقيقة هو غادي يبدا في شهر 8 بعد مجموعة من الأضرار، مجموعة من الأشياء اللي تعرض لها الشعر طيلة فترة الصيف. غنستقبلوا الناس حنايا غالبا في لاغونتخي، يعني في الدخول، الناس رجعوا من السفر ديالهم، غادي يفحصوا عند الطبيب لأنه كاين واحد التساقط، سواء الناس كان عندهم تساقط اللي هو خفيف ولكن دائم وغيعرف واحد الازدياد كبير، سواء كاين الناس اللي ما كانش عندهم بالكل تساقط وغيعرفوا في هذه الفترة هذه واحد يعني غنستقبلهم في شهر سبتمبر، غالب ديالهم من منذ شهر أو بضعة أسابيع أو شهرين عرفوا واحد التساقط اللي هو قوي اللي كيكون في هذه الفترة، لا سيما أن هذه الفترة هذه احنا كنعرفوا أن الشعر ديالنا يمر بمراحل، يمر بصفة أدق بثلاث مراحل، فترة ديال النمو، فترة ديال الاستابيليزاسيون يعني اللي كيبقى في نفس يعني واحد المرحلة ديال الاستقرار، يبقى الاستقرار بالفعل، ثم فترة ديال التساقط، وهذه دورة اللي هي عادية، غير هو ربي كيدير الأمور بطريقة صحيحة، فالشعر ديالنا ماشي كله كيكون في نفس المرحلة. نعم، يعني الشعيرات كتنوض وشعيرات كتطيح. بالفعل كاين شعيرات كتنمو، شعيرات أخرى اللي هي غتكون في مرحلة استقرار، وهذا كيجعل أننا الشعر ما يتساقطش كله في نفس الوقت، كاين واحد الحمد لله واحد لوجيك في هذا الشيء كامل، باش الواحد كيكون واحد التساقط ولكن كيكون واحد الدورة ديال يعني الشعر تيتجدد بصفة مستمرة، ولكن في هذه الفترة هذه ديال الخريف غالب الأحيان العدد ديال الشعر اللي غادي يكون في فترة في مرحلة ديال التساقط العدد ديالو غيكون أكبر ما يسمى بالفيتالوجين. إذن خصنا هنا دور الطبيب أنه يفرق ما بين واحد التساقط اللي هو غيزداد
شيئا ما ولكن بصفة طبيعية، يعني غيبقى في حدود ما هو طبيعي وما يوافق هذه المرحلة هذه اللي غتصادف مع فترة الدخول في فصل الخريف، في حين هناك غيشخص حالات اللي هي ديال التساقط اللي غيكون كثيف، اللي غيكون مرضي، ما غيكونش فيزيولوجي، غيكون مرضي. وهنا الطبيب عنده دي تيست، عنده في الفحص ديالو عنده تقنيات، عنده أجهزة اللي غتمكنو يقول واش هذا تساقط طبيعي، غنواكبه فقط بأمور بسيطة، شامبوهات مضادة للتساقط، بعض الفيتامينات، أو هذا حالة مرضية ماشي فقط تساقط عادي، وتساقط شوت سيزونيير موسمية اللي ممكن تكون جاية من مشاكل أخرى. وهنا الطبيب غادي يقرر واش يطلب بعض التحاليل الإضافية إلى شك بأنه كاين دي كارونس، كاين نقصان في بعض الأمور، أو إلى شك مثلا في بعض المشاكل العضوية كأمراض غدة ترقية إلى غير ذلك، أو كيكون التشخيص واضح مثلا كيكون الشعر كما هو الموضوع ديالنا اليوم تعرض لواحد لزاغريسيون، اعتداءات متوالية خلال فترة الصيفية أدت إلى تجفيف ديالو. إحنا كنعرفوا الصيف كاين تغيرات المناخية، كاين أيضا بعض المؤثرات اللي كتستعمل وكتعطي نتائج عكسية، بعض الأشكال أو أنواع الجيل. أختي فاطمة، يعني حتى الاستعمال ديال لي برودوي شيميك من قبيل لي تانتور صباغة، من قبيل حتى لي بروشينغ، لو ريتم ديالهم كيكون أكبر في الفترة الصيفية، كيكونوا مناسبات، كيكونوا حفلات، واحد يخرج أكثر من الفترة ديال، فالشعر كيتعرض لواحد العدد ديال ليزاغريسيون. وفي المقابل ما كي في غالب الأحيان، وهذا اللي كنأكد عليه، ما كيكونش واحد الاعتناء، يعني الصيف إذا كانت فيه واحد لاغريسيون اللي هي زايدة، في المقابل باش نتفاداو هذا التساقط خص يكون واحد الاعتناء يكون زايد. يعني كنحاولوا نعتنيو به، كنغذيوه، كنعملوا كناخذوا بعض الفيتامينات اللي تقوي الشعر اللي تعاونوا، ممكن كاع نعملوا دي سوان اللي هما بروفيسيونيل باش نعاونوا الشعر. اذا هذا الاعتناء كيكون غائب، الاعتداء على الشعر كيو هذا يؤدي الى تقصف اولا، يعني لي شوفو كيوليو فورشي، كيتقصفوا كيتقسموا على جوج، كيولي كيتهرس، كاين اللي كيجي كيقول لك هذه الفتره شعري كنحس به ما كيطوالش او حبس ما بقاش كاع كيزيد. كاين حالات لا قدر الله اللي كيكون بحال الافراط في بعض الامور كتؤدي الى تيتحرق الشعر، يعني كيخصنا نجددوا من جديد الاعتناء ديالو باش نعاودوا ناخذوا واحد الشعر اللي هو بصحه جيده. اذا الشمس ما نساوش، الناس كينساو ان الشمس، فاحنا كناكدوا دائما على ليكرون لانه كيحمي الوجه ديالنا، الجسم، المناطق اللي هي عاريه ومعرضه للاشعه الشمسيه، ولكن في غالب الاحيان كنساو الشعر ديالنا، في حين ان الافراط في الاشعه الفوق بنفسجيه على مستوى الشعر كتؤدي الى شيئا ما كيتحرق الشعر. احنا كنعرفوا المغرب الصيف كيكون الحراره وكيكون الاشعه الشمسيه كتكون قويه طيله الفتره الصيفيه وحدود شهر اكتوبر، فهنا الشعر ديالنا كيتكرفص، يعني بهذا الدغم العامي ديالنا كيبلاصه شيئا ما، فخصنا نفكروا حتى هو في الحمايه ديالو ضد الاشعه الشمسيه، الجفاف اللي كيتعرض له ما نساوش انه الصيف الاستحمام كيكون اكبر في هذه الفتره الصيفيه، والناس ما يمشيوش غلط، فالماء ما كيرطبش، بالعكس كينشف الوتيره ديال انك تغسل شعرك بزاف راه كينشف، تغسل شعرك عده مرات في نفس اليوم، وهنا الشعر ما يمكنلوش يواكب هذه الوتيره هذه، كيتجفف. لذلك فخصنا نستعملوا مرطبات طبيعيه اللي يعطيها لنا الطبيب، دي ماسك، دي سيروم اللي يعاونوا هذا الشعر باش ما يوقعلوش هذا التجفيف. حاجه اخرى، الناس كيديروا واحد الغلط، كيعملوا زيوت، كيعملوا زيوت وكيخرجوا بها الاشعه الشمسيه، هذا خطا كبير. الزيت بحال لو ضعتي زيت ديال القلي وعملتيها في شعرك فغيتحرق ذاك الشعر. فملي غنكون غنخرج الاشعه الشمسيه وباغي نرطب شعري خصني نستعمل مواد اخرى ملائمه اللي ما تفاعلش مع الاشعه الشمسيه وما تخلقش ضرر. لان كتشوفي اختي فاطمه كيفاش يمكن بعض السلوكيات اللي الواحد هو البونس كو راها صحيحه، ولكن راه كاين حوايج في الحقيقه اللي دابا كنصحوها معاك ومع ايضا ناس اخرين اللي احنا يعني كبرنا معاها وتعودنا عليها وللاسف هي خاطئه 100%.
بحال دابا القضيه انك تدهن شعرك وتخرج يعني فيها يعني يمكن خصنا مواد اخرى باش نستعملوها في بلاصه داك الزيوت العادي. الحمد لله يعني نعم. حتى من الناحيه ديال يعني المنتوجات دابا كاين منتوجات من جهه متعدده متوفره وحتى الاثمنه يعني كاينه في المتناول، يعني ماشي ضروري المنتوج باش يكون مزيان يكون السعر ديالو غالي، خاص فقط يكون ملائم للشعر ديال الانسان ويكون كيحترم هاد الامور يعني اللي غيتعرض ليها. الا كنا محتاجين ترطيب فخصني نشوف النوعيه ديال الشعر باش ما جو بريسكري واحد اما زيت اما سيروم اما ماسك اما فيتامينات اما على حسب شنو الشخص. لذلك فالناس اللي حسوا بان الشعر ديالهم تضرر في هذه الفتره الصيفيه فما فيها باس خصهم يفحصوا عند الطبيب ديالهم طبيب الامراض الجلديه ديالهم وهو غادي يشوف وغادي يفحص وغيشوف شنو اللي خاص. بعض المرات حتى النوع ديال الفيتامينات ممكن يكون خاطئ على حسب الشعر شنو اللي ناقصه شنو اللي خاصه. هنا الطبيب ممكن في بعض الاحيان كنشوفوا ناس وكنستقبلوهم كثير اللي كياخذوا دي كور ديال دي فيتامين pendant des mois et des mois 6 mois 9 mois متتاليه دون تحسن والتساقط مازال. هذا هنا حتى اخذ الفيتامينات راه ما يمكنش ناخذوها يعني بلا بدون استشاره لان نقدروا نعرضوا الجسم لاخطار اخرى محتمله. بالفعل ممكن مثلا تؤدي الى زياده في واحد الفيتامين اللي انت ما محتاجوش وكتاخذو غيزيد على الحد ديالو واي حاجه كتزيد على الحد ديالها ممكن تؤدي الى تقلب ضدها كما كنقولوا. النقطه اللي كناكد عليها انا قلت لك تيجيو ناس يعني الا كان تساقط خفيف ممكن ناخذ شويه الفيتامينات ان شامبو، ولكن ملي ناخذ الدواء وعده شهور ما كاينش تحسن التساقط غادي وكيزيد هنا خصني نفحص فعلا نفحص لانه الطبيب ممكن غادي يلقى شي حاجه عضويه اللي عاطيها التساقط بحال اللي قلنا ممكن يكون مشكل في الغده الدرقيه اللي الشخص ممكن ما يحش به فقر الدم ايضا مؤثر فقر الدم ايضا. هنا ايضا غناكد على واحد الحاجه كاين الناس بزاف تيدير واحد التحليله ديال فقر الدم وبالنسبه لهم تيقول لك لا انا عندي تحليله مزيانه اذا ماشي هو اللي سبب في التساقط. لا هذا خطا. قبل ما يحدث فقر الدم ممكن المخزون بالحديد ينقص اذا خص يدير بنادم المخزون ديال الحديد ماشي فقط ماشي لا استشروا الطبيب طبعا طبعا يعني ضروري استشاره الطبيب. التحليله ديال فقر الدم الفائده ديالها مثلا ملي غيكون الانسان عنده عياء وغنشكوا في عندنا ما يسمى باعراض ديال الانيميا ولكن الشعر ديالنا خصنا نعرفوا بانه غيبدا يتساقط قبل ما تولي الانيميا لان الجسم ديالنا شنو غيدير باش يدافع على راسه ضد هذا النقصان في الكريات الحمراء غادي يوجه الدم ديالو من الاعضاء اللي بالنسبه له هي ثانويه بحال الشعر بحال الاظافر بحال الجلد الى غيره الى الاعضاء اللي هي مهمه لا تحتمل نقصان كالكلوي الكبد الى اذا اول حاجه غادي تبدا تعاني هي الشعر قبل ما يبان الانيميا. الشعر المخزون بالحديد غيبدا يتكونسوما غيبدا ينقص الشعر ديالنا غادي يبدا يتساقط الاظافر غتبدا تهرس عاد من بعد في مرحله ثانيه عاد غتبان الاعراض كل هاد الانيميا اللي هي العياء لي سوفلومون الواحد كيطلع في الدروج كيعيا الوجه شاحب الى غير ذلك الى غير ذلك. اذا هنا الاستعانه بالطبيب ممكن انك تربح فيها الوقت ما تبقاش تضيع واحد الوقت كبير وانت كتجرب في الادويه والى الى كانت حاجه بسيطه فهنا ممكن انني ناخذ شويه الفيتامين ان شامبوان نعاون به ممكن في كثير من الحالات انه يكفي ولكن ملي نلقى بان الامور ما تتقادش هنا من الافضل نتوقف. نعم الايين غادي نستمر معك ان شاء الله غدا في نفس الموعد دائما 9:15 عبر فقره التجميل وحروف الزين وموضوعنا الرابط دائما هو التغيرات المناخيه واثرها على سلامه الجلد والبشره والاظافر والشعر اقول والاظافر بشكل عام. دكتور اشرف الودغيري اخصائي في علاج هذه الامراض شكرا جزيلا على تلبيه دعوه البرنامج والى اللقاء ان شاء الله يوم غد.